يلا يلا سريع سريع اضرب سريع اضرب يلا 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 بسم الله عشان ما العب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محل المشاهدين الطيبين، ما بطول عليكم، شكرا لكم على التفاعل وعلى الدعم يا اخوان. حاب اقول لكم مقطع اليوم يا اخوان، زي ما انتم شايفين يا اخوان الثلاث ذولي معانا راح نلعب دراف ثلاثي يا اخوان. احد ما يتكلم انا ما حسمع، هذا ما راح يشوف. انا شباب حاب اقول لكم انه مو بس زي كذا، يعني فجاه هاشم بيصير يتكلم، بعدين انا اصير ما اشوف، بعدين هذا يصير ما يسمع، زي كذا يعني راح نغير في الجيم. ما خاب من قال يا رب، لا تحرمون من اللايكات والاشتراكات وامور طيبه. فنقول بسم الله يا اخوان، 15000 كوين بسم الله يا اخوان. يلا انا صرت ما اسمع. هاشم هاشم الكاميرا هنا. ترى انا زي اختار تشكيله، هاشم اختار تشكيله، روح اي مكان، انا ترى ماني سامع شيء يا عيال، بسرعه اختار. حمشي عشوائي اي شيء اي شيء يلا اي شيء حمشي عشوائي. لا هاشم اختار هنا، اول اختيار انا، اول اختيار انا، بعدين محمد، بعدين هاشم. يلا اختيار كويس يا عيال ولا؟ طيب انا راح اختار، انا راح اضمن مدافع يا عيال، انا حشيل دسايا. يلا بسم الله اللي بعده. انا يلا هاشم هاشم روح هاشم. اللي قبل ما اختار في لاعب كويس؟ يلا روح اختار اي شيء، اي شيء في لاعب كويس. طيب حلو، اسمع اسمع، انا زي دار دفل يا عيال. هو ما تروح الله يقرفك يا الله يعفنك. ايش ايش الحظ هذا؟ مين هو؟ مين ايش؟ مين اللي طلع له؟ مين لاعب خرا لاعب خرا. يلا الاختيار عندي يا اخوان، طبعا نقول ان شاء الله يعني اختيار كويس. روح حدد اي مكان. لا لا انا في واحد، روح روح مكان ثاني. من واقع خبره عيال، الرابع لاعب كويس. الرابع صح؟ بطاش قول لي اذا انه الرابع. الو اوه والله حلو. يلا روح خليسي خلاد، اذا انت حمار لا ترد. يلا عيال يمين بالله، في ثلاثه لعيبه كويسين. حلو 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 والله، كويس كويس، نص نص. واو يا عيني، ايوه يا شيخ ايوه ايوه يا عيني يا كلب. ما تقدر ترد. اتوقع على بالك كنسلو كنسلو. يلا روح روح هاشم، اضغط اكس او شيء. ايه صرفناك بحارس. ايش حاول تسرع سرع، ترى ضربت هنا مره سريع لازم. يلا يلا حلو، افضل واحد والله هنا. يلا يا رب مهاجم كويس، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وي 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 وي. يلا انا اخترت هذا، دقيقه هاشم خليني احدد لك على لاعب. اضغط اكس يوتيوبر سي يعني، اضغط اكس. ايه يلا صرفنا بحارس مره ثانيه. يا شيخ ورد عيب يا عيال. اوف اوف ايوه اوف اوف اوف. ايش اوف؟ مين مين بطش قول لي. والله يا رب يا رب مهاجم. يا شيخ يلا اخترت انا. يلا روح روح هاشم، والله اختيار كويس، والله هذا اختيار كويس والله. حارس هذا اختار. يلا مين؟ يلا اوه في واحد كويس والله. طيب يلا ينطع يا عيني، افضل واحد. شكرا. يلا روح محمد روح. يلا سريع سريع سريع. بيلي يلا سريع سريع درافت سريع درافت. يلا 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 بسم الله. اهدى والله، كان في خلد، كان في كنتنا ما ادري ايش. يا عيني يا شباب، يا عيني يا عيني يا عيني. اوكي يا اخوان بكذا خلصنا الدرافت، نعدل الدرافت ونعدل كل حاجه ونرجع لكم. اوكي يا اخوان بكذا خلصنا الاختيارات يا شباب، وخلصنا تعديل التشكيله، وهاشم قاعد يطول يمين. فاهم؟ اوكي يا اخوان، ونقول بسم الله يا اخوان على اول جيم. يلا يا شباب. اوكي يا اخوان، تشكيلته ضد تشكيلته كانت وال مع الظاهرة. تشكيله تشكيلته والله حجر، كلتنا بالراحة كمان. ترى ايزي، ترى هذا ايزي. هاشم كيف هاشم حيلعب؟ والله انا ما ادري. دحين الكرة عمين هاشم، عندك هاشم العب، هاشم العب. فتيت ما ادري ايش سويت. تعال العب قاعد تخلي نفوز. ها بطاش انت كلم هاشم. بطاش ترى والله خليت سيء، ترى خليت سيء ما لا والله لقمنا الاول. والله عاد صعب شكله، شكله صعب يا عيال، شكله ما حنفوز. يلا عيال يلا عيال يلا عيال، هذا الجيم فوز باذن الله. يلا بطاش مثلث حمد، وراك وراك. الله والله شكرا شكرا. العب العب بطاش، اذا انت رجال تكلم. تبريط هذه يا عيال، تبريط والله، تبريط والله صعب والله صعب والله صعب. كسرت انا ولا الحمد لله الحمد لله. هاشم الشاشه يا استاذ. اجري بطاش اجري، روح روح روح. شوفني معاك، شوفني معاك، شوفني معاك. بطاش ناوي اللي شاف. والله حلو حلو حلو.
حلو حلو حلو. برفع برفع انا برفع. هاشم دائره 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 دائره. هاشم باقي 10 دقائق وتبدل. العب العب بالسلام. لا ماني سامع والله ماني سامع. الله عليك طش هاشم اكس. وقفنا 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 على وقفنا وقفنا. تبديل 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 على تبديل. 12 seconds later. تعال ارجع عيال يا عيال. دقيقة العب يا احمر خلاه تلعب. مدري هاجم انا احمر انا احمر يا عيال والله صعب يا عيال. ويلي ها مع مين انا؟ اذا اجيت عندي كلموني يا عيال انا ما اسمع ترى. ما اشوف قصدي يا عيال. هدف يا عيال قولوا لي اشوت اشوت. يا عيال مين الاحمر؟ مين الاحمر؟ فول فول فاول؟ بشوت انا بشوت. مين الازرق؟ الازرق يلعب اكس. ها ايش هم؟ عيال عيال اصموا العيال. هاجم هاجم لا وشت 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 الحمد لله. الشوط لا قبل عيدهم كذاب مقنية. لا تعدي غلط لا كذاب قاعدين كتار هنا مرة من آخر الدقائق. خلص يطول حاجة بديت أنا مرة أتكلم صعب عال. أوكي يا أخوان بدأ الشوط الثاني يا شباب يلا إن شاء الله. أحمر صح؟ لايكات اشتراكات يا لا لايكات اشتراكات يا شباب. ها شوت شوت خلق البلاء على المرمى. وشت هدف نقص ترام معنا يا نوب النوب أنا ما أدري. ها تسلل الحكم اما تسلل وانا خلق منا منك خلاد. ايوه انا سويت مصير وشيت خلاد لا شوت 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 وشيت كنت بدي فهدف علينا. طيب قول لي انا ما ادري انا ما اشوف. رقمنا الثاني ورب منك لا ما تلعب اكس ما اشوف. لا يا هاشم بلعب لك. ايوه هاشم وربك ما تبغى تلعب اكس. هدف ايوه يا شيخ فين شكرا يا شيخ انت مزهريه. الله الله يا شباب لا 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 ما شط ما خلص. اي 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 سحب فينا بالظاهره قدم الحارس الحمد لله. خلاد العب اكس ورا. لا يا خلاد لا خلاد لا يا خلاد انا ايش قلت لك اكس ورا. انا حمار انا حمار موت انا هديه كم خلاص اي باقي داري الحين ما اشوف انا. 12 seconds later. لا انا قاعد اغير بالغلط. الله يهديك يا بطاش. يا ما ادري يا ما ادري طاش اكس على ورا اكس على ورا اكس اكس بطاش. يا عيال مين هذا اللاعب؟ اللاعب سيء هذا والله. مين؟ ترى مو سامعكم يا عيال. ناول بطاش اكس يا الملك يا طيب. الله يهديك يا بطاش الله يهديك يا بطاش. انا ما اقدر اجيب سيء يا عيال تلوموني. اوكي اوكي مو غلط مو غلط مو غلط بطاش ناول ناول بطاش تفهم برا شوفني برا. ياي بالمعلمة يا عيال بالمعلمة سجلنا ناول برا بطش سجل هدف ولا ليش؟ ما يروح ما يروح ما يروح يا عيني اللي قدم حالك. تفهم تفهم بطش ناول ناول بطش اكس 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 بطش لا يا شيخ. ايوه ايش في؟ هدف هدف ايش؟ بطش اكس اكس ناول مين يا بطش حرام يا عيال والله يا عيال ايش صعب والله مره صعب اقسم بالله شيء كويس ترى 18 والله كويس احنا 58 استحواذ هذا احنا ما نشوف كيف وهذا ما يشوف هذا ما يسمع انا ما اتكلم والله شيء مره كويس. اوكي يا اخوان بكذا خلص فكرة المقطع. اذا عجبتكم تبون كثر من هذه السلاسل والشطحات وزي كذا ورونا دعمكم باللايكات والاشتراكات امور طيبه. وختاما نقول يا اخوان الحمد لله على النعمه الحمد لله على نعمه السمع والبصر سمع البصر ايوه سمع البصر ولا اللي هو كلام يا اخوان. ايوه اكتبوا لنا افكار تحت في الكومنتات فيفا بالذات ايوه فيفا فيفا عشان افضل لعبه نحن نلعبها صراحه كلنا مع بعض فما بطول عليكم يا اخوان. سلام.